على ذكر الكلام اللي بنقوله في التعديلات شملت الجهاز الفني، بعض من لا يشجع النادي الاهلي والناس اللي عايزه تفسد فرحه جماهير النادي الاهلي بهذا الموسم التاريخي، خدوا بالكم من الاشاعات. هناك اشاعات تقال لا اساس لها من الصحه في ان هناك تغييرات جديده هتشمل الجهاز الفني وغربله كامله في الجهاز الفني، ولكن هذا لن يحدث. وبين السطور في ناس خبيثة كده عايزة تبين وتلمح أن هناك أزمات وأن الأمور على صفيح ساخن. أنا بقول لحضراتكم أن هذا الكلام هو كلام هزلي، وهذا الكلام غير حقيقي. كابتن سيد عبد الحفيظ معروض عليه حاليا أن يكون في إدارة الكرة أو إدارة أو شركة الكرة ولجنة التخطيط. ايه اللي هيحصل؟ كابتن سيد ممكن يرفض او ممكن يحتاج ان هو راحه خلال الفتره اللي بيني وبينكم. بعيدا بقى، انا بتكلم عن النواحي الشخصيه. واحد بقاله 7 8 سنين حياته كلها في النادي، من هنا من سفريه هنا، وخلي بالك هو الاسبوعين ثلاثه دول ما بيعرفش ياخد اجازه، هو الاسبوعين ثلاثه دول بيحضر لمعسكر اللي جاي، لو كان هيبقى موجود كان هيبقى بيحضر لمعسكر اللي جاي. فبعيدا عن الناحيه الشخصيه هو محتاج يقعد مع اهله، محتاج يقعد مع ناسه. ده ليس له علاقه بالموضوع، ولكن انا بتكلم على حد بيحب نفسه يشوف عياله، نفسه يقعد معاهم، يستمتع بيهم شويه ويستمتعوا بيه. 7 سنين ما فيش، ما حدش ما بيعرفش شغل فقط. ففرصه لو هناخدها من الناحيه الشخصيه دي ملهاش اي علاقه، ده انا بتكلم على حياه واحد صاحبي. واحد صاحبي بحبه وبيحبني وبنتكلم وبنعمل، فانا عارف اللي انا بقوله لحضرتك ده ايه. وانا واحد من الناس عشت هذه الامور.